Arabic. You are number one. You are number one. Thanks. Abu Ahmed, Sheikh Mashaykh Sin. البلو هول، منطقة بلو هول في مدينة الذهب من أحسن مناطق العالم في القوس وسنوركلينج. بيجي الغطاسين من كل أنحاء العالم عشان يجربوا تجربة القوس في مكان عميق ومكان مشهور. سنوركلينج ها؟ يس. أنت جمعة قايد سنوركلينج في منطقة البلو هول، من احسن القوايد يعني الموجوده. تفضل يا ريس، نتمنى لك غطسه جميله. طبعا طبعا. الو هلا مستر ابو رحمه، معك كم ذهب؟ يو ار نمبر 1. يو ار نمبر 1. ثانك. أبو حميد، شيخ مشايخ سينا، أبو جميع، عليه رحمة الله يا رب. يا رب. الله يرحمنا ويرحم الجميع يا رب، ويرحم إن شاء الله. تعمل إيه أنت؟ برسم رملة أبو الشيخ. اسم الرسم بالرمل صح؟ رسم بالرمل. شوف المنظر إزاي؟ شوف بعد ما يخلص العملية بتبقى إزاي؟ تعال من اللي شايفين هذه أسامي الناس اللي عملت حوادث غطس في البلو هول وتوفوا الله يرحمهم. كذا ميزة، كذا ميزة، مشروع صغير للشباب، فتحي من الشباب الجميل المجتهد. هو فكر بفكرة يعني ذكية، يعني بقل الإمكانيات، عجلة تحولت إلى عربية يبيع عليها كافي، قهوة، سجاير، مناديل، آيس كريم. وشغالة بالطاقة الشمسية ولا بالكهرباء؟ بالطاقة الشمسية. بالطاقة الشمسية كمان، يعني حاجة فخمة. أتمنى من كل قلبي أن يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اشتركتوا في القناة. لو ما كنتش مشترك في القناة يعني رجاء الاشتراك في القناة عشان تساعدونا نقدم كل جديد. يا ريت يا جماعة تقولوا لنا على اقتراحات يعني للقناة، ايش يعني السلبيات اللي في القناة، ايش المطلوب يعني نطور قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ